أنتوني كوين نجم هوليوود العالمي، معروف للجمهور العالمي والعربي بأنه ممثل سينمائي ومسرحي، ولكن المفاجأة أن أنتوني كوين كان كذلك مهندساً معمارياً ورساماً ونحاتاً حيان الجعبة. التقى أرملة أنتوني كوين في إطار معرض لأعمال أنتوني كوين الرسام والفنان الذي يجول العالم بهدف تقديم مساعدات لتدريس مادة الفن في المدارس. أنتوني كان شخصاً يهتم بكل شيء وتشرب بالمعلومات. كان لديه مكتبة ضخمة وداوم على القراءة. هو فنان علم نفسه بنفسه. كان مفعماً بالوحي من الفن الذي أحبه. يمكننا أن نرى في أعماله تأثره بالفنان ماتيس وبيكاسو على وجه الخصوص وتأثيرات أخرى. كان مغرماً بسيزان وفي بعض منحوتاته تجد تأثيرات هنري مور. فأعماله تشير إلى ما أحب، لكنها أيضاً أعمال فيها لمسته الشخصية وليست فقط تقليداً أعمى لأعمال الآخرين. هذا المعرض هو تحضير لاحتفالية الذكرى المئوية لمولد أنتوني، وهو حدث مهم بالنسبة لي لنتذكر شخصاً عاش القرن العشرين بأكمله وترك بصماته على العالم والناس في كل مكان. المعرض يشكل مفاجأة للبعض، فوجه أنتوني مألوف، ولأن المجتمع يميل إلى الحكم، فتجد من يعتقد أن من ينجح في مجال معين لن يكون موهوباً في مجال آخر، ونتساءل لماذا يريد ممثل أن يغني أو يرسم أو يمارس فناً آخر، لكن عندما يدخل الجمهور المعرض ويرى تنوع الأعمال فهو فعلاً يفاجأ. Then I think it's a real surprise. He was always professional about work. It was almost religion to him, acting. كان دائماً محترفاً في عمله ويعتبره كالدين، سواء كان في الرسم أو في التمثيل. كان دائماً جاهزاً في حال الاتفاق على عمل. كان يحفظ أدواره ويعامل خشبة المسرح أو موقع التصوير كأنهما معبد أو كنيسة. يتصرف كقس يحضر لقداس، هكذا تعامل مع أي عمل اتفق على إنجازه. كان يأخذه بجدية، ولم تكن له متطلبات سخيفة مثل أريد زهرة حمراء هنا أو وردة بيضاء هناك أو شيئا على الطاولة. كان يحفظ دوره ويجلس بانتظار دوره في التصوير. أعتقد أنه كان مبدعاً على الدوام. كان ممثلاً مشغولاً، لكنه استغل فترات الاستراحة بين تصوير المشاهد. كان عليه أن ينتظر دوره في المشاهد التالية، لكنه كان يستغل هذا الوقت برسم سكتشات. أحياناً تبدو خربشات، لكنها كانت تتحول إلى أفكار فنية لعمل منحوتة أو لوحة. كان أحياناً يلتقط قطعة خشب من على الشاطئ أو صدفة أو حجراً، وتلك القطع تتحول وحياً للوحة أو منحوتة. كان أحياناً يشارك الأطفال في عمله بالمرسم. Thank you.
عندما تلعب دور قائد عربي أو شخصية روحانية إغريقية، فكيف يمكنك أن تبقى مركزاً في تلك الشخصية؟ لقد كان الفن التشكيلي هو طريقته للبقاء مركزاً في الشخصية التي كان يلعبها من خلال النحت أو الرسم أو التلوين أو حتى لعب الشطرنج. لم يكن يجلس ليشرب أو ليتناول الطعام، وقد كان معروفاً بهذه العادات. His ritual was that he got up every morning and he worked. كانت طقوسه تتمثل في الاستيقاظ كل صباح والبدء بالعمل. كنا نستيقظ مبكرا لنمشي، وكان يحب ان يعيش بعيدا عن ضجيج المدينة. انتقلنا الى جزيرة روتكي ليبتعد عن صخب الحياة الاجتماعية وللالتحام بالطبيعة مع اطفالنا. كانت الطبيعة هي حبه الحقيقي، فكان يمشي لساعات، لكن كان كل يوم يختار مسارا مختلفا عن مسار اليوم السابق، ولم يكن يحب ان يسير في طريق ساره سابقا. يمكن أن تجد إشارات إلى المرأة في الكثير من أعماله. هناك أيضاً الكثير من الوجوه، فقد أنجز الكثير من البورتريهات والسكتشات للوجوه. ألوان البحر الأبيض المتوسط تظهر في الأعمال، فقد سافر كثيراً وكان يحب التجارب الجديدة وكان دائم الإبداع. كل هذا ظاهر في أعماله، وانعكست في أعماله تجاربه الشخصية وكذلك خلفيته الثقافية. فقد تحدثت إلى أحد الزبائن المكسيكيين وقال لي إنه يشعر أن الألوان في أعماله تعكس أجواء المكسيك، لكنني أؤكد أن البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر تأثيراً. أحياناً نجد سكتشات لم يوقعها، فقد يكون توقيعه له علاقة بطبيعة العمل. فلو كانت رسمة على خلفية صغيرة من الرسم، فإن توقيعاً كبيراً سيؤثر على محتواها، لذلك وقع أحياناً بالأحرف الأولى فقط، وأحياناً A Queen، وأحياناً بتوقيعه الكبير المبهرج، وأحياناً لم يوقع بتاتاً. أعتقد أن توقيعه له علاقة بمزاجه في حينها، ربما له علاقة بالعمل أيضاً، وأحياناً لم يوقع ربما لأنه لم يفكر بعرض ذلك العمل أصلاً. He was anything but lazy. لم يكن كسولاً بل عاملاً حقيقياً، آمن بالعمل. لم يؤمن أن مصدر الوحي أو البحث عن الإلهام يأتي من السماء. كان وحيه في الاستيقاظ مبكراً، وهكذا كان يحقق ما يشاء. But he didn't start sculpting, you know, until he was very inspired by لم يبدأ بالنحت مبكراً. قصته مع النحت بدأت عندما زار طرابلس الغرب أثناء عمله في فيلم أسد الصحراء، ولعب دور عمر المختار. زار موقع أثار لابودا الكبرى المعروفة بلابتيس ماجنا، حيث شاهد كيف نحتت الرؤوس والأذرع والأجسام وكيف صمدت رغم عوامل الزمن والرياح والرمال والأمطار. هذا كله دفعه إلى النحت. It just lit him up, so he saw that and started carving. He grew up very poor. He didn't have any money. He lost his father when he was 11 years old. He had to leave school. نشأ فقيراً جداً. لم يكن يملك المال، وتوفي والده وهو في 11، واضطر إلى ترك المدرسة رغم حبه للعلم. لكن ما أنقذه هو أنه كان قد تعلم في المدرسة الموسيقى وحب الفن والرقص. ذهب إلى صديق والده وطلب منه أن يعلمه النحت ليقوم بحفر شاهد لقبر والده. وفعلاً قام بالعمل، لأن عائلته لم تكن قادرة مالياً لاستئجار نحات ليقوم بالعمل. So he just wrote his name and his date of death because they didn't have money to pay for one.